بسم الله الرحمن الرحيم. احمد محمد علي، رئيس البنك الاسلامي للتنميه جده. ما هي المعوقات التي تواجه مصر؟ الحقيقه كما تعلم يعني مصر تمر بظروف خاصه. هذا الذي من اجله البنك الاسلامي للتنميه ساهم بالتعاون مع وزاره الاستثمار المصريه، وكذلك مع أعضاء مبادرة ديفل في تنظيم هذا المؤتمر الاستثماري من أجل التعرف على ظروف الاستثمار في مصر، معرفة الإيجابيات من أجل البناء عليها، ومعرفة السلبيات من أجل المساهمة في علاجها، وذلك توطئة لمؤتمر استثماري الذي سيعقد في لندن إن شاء الله في شهر سبتمبر بدعوة من الحكومة البريطانية. وسائر اللقاءات اليوم الحقيقة مع عدد من رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء الأخرى، وكذلك ما في من خلال المؤتمر، فالعديد من الأمور الحقيقة التي تحتاج إلى معالجة. وأنا سعيد إنه معالي وزير الاستثمار في كلمته في افتتاح المؤتمر أكد على استعداد الحكومة المصرية لمعالجة قضايا المستثمرين، سواء كان ذلك يتعلق في موضوع الإجراءات الإدارية أو فيما يتعلق في مشكلة فض المنازعات. فهناك في توجه إلى إنشاء نظام للتحكيم بحيث ييسر الحل النزاعات، وهذه من الأشياء المهمة جدا للمستثمرين الذين تحتاج مصر إلى اجتذابهم إلى مصر. ما هو دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاستثمار؟ البنك من وظائف البنك الإسلامي للتنمية الحقيقة، ورسالة البنك الإسلامي للتنمية، تشجيع الاستثمارات في الدول الأعضاء. لذلك البنك الإسلامي للتنمية يتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات الدولية، سواء البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الأسيوي للتنمية، الصناديق العربية، يتعاون معها جميعا من أجل تشجيع تدفق الاستثمارات في الدول الأعضاء. لأن البنك الإسلامي للتنمية يهمه جدا دعم التنمية في الدول، ونعتقد أن تدفق الاستثمارات من الوسائل الهامة جدا لتشجيع وتطوير التنمية في دولنا الأعضاء. شكرا جدا. شكرا لك. شكرا. الله يحفظك.